يلا يا ميدي، يلا اما نحط لهم الاكل. يلا يلا تعالي. ايه بقالنا ساعة قاعدين؟ ساعة ايه بس يا ادوارد؟ يا لهوي انت غيران بقى عشان انا اتأخرت عليك؟ ها؟ اه ايه ده؟ ايه كوكو؟ كوكو؟ هيكون ايه؟ شايفه ايه؟ دي كرومي؟ ما باينة اهي. حباش؟ ايه؟ حباش ملوخية؟ ليه دي تحفة. انتوا عاملينها هنا ولا جايبينها تكاوي؟ عاملينها هنا. ده والله ده انا الشقة فيها شقة جوه دي كده وتفتفت فطلعت زي ما انتوا شايفين كده. ادي دقني لو حطيت صباعي فيها اساسا. يلا انت تقعدوا تبص علينا. يلا كل ناكل يعني وكل. يلا يلا بس. طب ايه يعني نغرف كده ولا انا يا حبيبي اقطع لك؟ لا مش لا كمان لا والله ابدا. انت صدر ولا ورق؟ انا مش عايز اكل انا فراخ. انا ليه؟ لا انا هاكل بتنجان. ايه ده بجد؟ اه لا انت شكلك قرفان مني. فيفيان انت مش بقول لك ايه؟ لا بص اهو مفيش في الملوخيه. هشيل لك الجلده اهي اهي عشان انا عارفه انك عامل دايت اهي اهي. افصص لك؟ ايوه افصص لك. لا انت مدلعه جامد كده. فصصي في بقك كمان اهو. لا وحيا الطنط. ايه لا اكلي جوزك. انا مراتي هتاكلني. لا طب خدي اكلها لك. ماشي اكلها لي. انا بصي بقول انا حاسس ان انا خلاص معدتي قلبت. في ايه؟ اقعدي اقعدي. انا هتصرف. لا والله انا هاكل فيفيان صاحبتي. بلاش كل يا فيفي. كل. طب بص النبي يا اختي عسل وحياتي النعمه. حلو ده. دي قمر والله العظيم. دي قمر. خلي بالك اللي انت بتعمله ده هيخسرك جمهورك. عارف ليه؟ عشان النفس الحلوه ليها الجنه. حلوه. ايوه طبعا النفس الحلوه ليها الجنة. ده كفايه من ايدك. طب والنعمه دي عسل. انتوا ستات زي بعض. انا اكلت من ايدك والله. لا احنا رجاله زي بعض. عشان هي ما تغش عليك يعني. بص بقى ماجي يعشق كده ان انا اعمل له سندوتش البتنجان. يا خراشي تلاقيه ايه؟ بص تلاقيه وشه يضحك كده زي ما خد يا مال. انت ايه اكتر اكله بقى بتحبها؟ انا بحب الشعريه بالفراخ. دي جديده. دي جديده فين يعني؟ بس اما معروف رز شعريه متقطع عليها فراخ. دي اكله ارديحي قوي. والفراخ ارديحي؟ ايوه لازم يبقى في محشي حاجه كده. طب هي احلى اكله بتطبخها ايه؟ الشعريه بالفراخ والرز بالخلطه. ايه الخلطه بقى؟ خلطه ايه اللي هي رز بالكبد والكبد. لا من غير كلاوي. اوانس. ايوه ولا اوانس كبد. كبد بس هو ما بيحبش. خد المخلل بتحبه. لا ده المخلل. خد المخلل.